ودلوقتي حنكون مع مكرمنا التالي، نجم من نجوم الدراما السعودية، ما بيحبش التكرار في أدواره، محب للتجدد والإبداع. بدعو السيدة شيما والسيد أحمد صبرة للمسرح لتقديم الجائزة. نجومية لا تعرف الحدود، فنان سعودي ترك بصمة كبيرة في الأعمال الخليجية والعربية. التنوع والتجدد عنوان أعماله الفنية. And the Diafa Award goes to عبد المحسن النمر. أنا الشاطر حسن، قنصل الدراما السعودية. دخلت المجال الفني بالصدفة، ولكنني حفرت اسمي بالصخر وتميزت بتقمصي الكبير للشخصيات التي أؤديها. مررت بنقاط تحول وبعلامات درامية مهمة ساهمت بنجوميتي، من آخر العنقود إلى طاش ما طاش، وصولاً إلى أم هارون والمنصة، تاركاً بصمتي في الأعمال الخليجية والعربية. أنا الرقم الصعب في الدراما الخليجية. أنا عبد المحسن النمر. أولاً طبعاً أنا سعيد جداً بوجودي بين هالوجوه الطيبة والنجوم الكبار وهالكوكب الرائع. شكراً الإمارات، شكراً مهرجان الضيافة، شكراً دكتور ميشيل ظاهر. وطبعاً أنا أسعد ما أكون الآن لبداية الحياة إن شاء الله في هالبلد المليانة حياة، وإن شاء الله يا رب السنة القادمة تكون أفضل. شكراً جزيلاً لكم، شكراً.